وحطوني في منطقة العظيم ودوني جبل حمرين بفضل الله وفضل أمن الوطن الديالة خلصوني، وأني أشكر من كبيرهم إلى صغير، من عميد إلى كلهم اللي سووا لي أمن الوطن إلي بالتاريخ. ما صاير هيك شو اسمه هيك القضية، لأنه أني تشنق ورا النص ساعة أختنق أموت، والله أمن الوطني لحقوني بالحمرين ضيصيحوني.